السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير بصحة جيدة، أموركم كلها بخير. غبت عليكم، بغيت نقول شكرا لكل تعليق ديالكم، شكرا للأمهات، شكرا لخالاتي اللي دخلوا عندي الواتساب دعوا معايا وهضروا معايا، شكرا للناس الراقية، شكرا للهضرة ديالكم الزوينة يعني اللي عطتني واحد الدعم وهكذا خلات عندي واحد طاقة إيجابية صراحة. شكرا لكم، الله يكبر بكم، الله يحفظكم ليا. وغادي نرجعوا تاني بالروتينات بالوصفات بخريجات بفلوغات، ان شاء الله غادي نرجعوا كما كنا، حتى شي حاجه ما طيحنا بطبيعه الحال. انا فقط داك النهار في الفيديو يعني الدموع ديالي كانوا على قبل امي وخويا، ما يطيحوش على شي حد اخر صراحه، لان ما كاينش شي واحد يستاهل في الدنيا باش يطيحوا عليه من غير امي وخويا، فالله يرحمهم ويغفر لهم، الله يرحم امواتكم، والله يغفر لهم، والله يصبر كل وحدة الحزن في القلب وعمره ما غيتنساو، ولكن الحمد لله احنا انسان. فالمهم اليوم ان شاء الله غادي يكون فيديو اللي هو زوين غزال، داكشي اللي عزيز عليكم، في وصفات فيها واحد خريجة، غادي تمشيو معايا نتغداو ونوريكم بعض الاشياء اللي دائما كتسولوا عليها ان شاء الله. نتمنى يكون فيديو زوين خفيف ظريف، وغتشوفوا معايا اشتروا السوبر ماركت. يلا جينا هنا فتح الله نتقداو العاب، مودي نجيب الالعاب. شوف المهم جيت هنا البنات باش ناخذ شي ماشي شامبو صراحه، غير بحال الباندوش ولا داك اللي كيغسل الجسم ديال الوليدات. فكاينه هاد الماركه وكاين واحد الماركه غالي، كنت شريت هذيك المره راه شاركتها معاكم غير نسيت سميتها حيت سال ليا صافي، ما بقيتش خديته صراحه، يعني غسلت لي غير بدوك اللي كانوا عندي جونسون حتى هو، وخديت لي هذا الزرق هذا الجسم ديالو، واحيانا كنغسل ليه كنغسل ليه بالصابونه، يعني كنغسل ليه غير بالصابونه العاديه ديال جونسون حتى هي مزيانه. عرفت الفروج محيح اسمعني كنسجل محيح الفروج شحال هذه ما سمعته. صافي هنا مشيت للعطار باش غادي ناخذ المهم داكشي اللي خاصني. صراحه هاد الشهور الاخر ما بقيتش كناخذ داكشي بزاف، كناخذ يعني لحد في القد، ممكن الحاجات اللي كناخذ منهم بزاف هما ديك المقارونيه ودوك المعجنات وداكشي. فهنا كناخذ داك الرز البسماتي اللي هو كيدار به شنو سميتو البرياني، وتدير به الرز البخاري، كديروا به الكبسه عند العطار احسن من داك اللي كيكون في الكياس. المهم حنا يعني في هنايا عندهم داك زوين، كناخذ من عندهم دائما ديال العبار يعني كيلو كيدير شي 30 جنيه. صافي كناخذ اللوبيا، حتى هي اللوبيا كناخذها صراحه كان يعني كناخذها كنرقدها كنقادها. وهنا بغيت نوريكم داك الكسكسو، بالنسبه للكسكسو اللي كنستعمل هو هذا، البنات دائما كيسولوني كنستعمل هذا الكسكسو، هذا تونسي ولكن راه زوين، هو مكسكس ولكن راه زوين. بالنسبه للبنات السميده اللي كنستعمل فهي هذه، كنستعملها في المسمن، في الحرشه، في المخنفر، المهم الصداع برا في المخنفر، يعني في كل حاجه اللي كنستعمل في البغرير حتى هو كل حاجه كنستعمل فيها. المهم السميده هذه ولا ديال العبار، يعني ماشي ضروري كنجيب شي سميده اللي هي غاليه، غير هذه ولا ديال العبار راه كنت وريتكم قبل كيفاش كنطحنها وكنستعملها. كاين اللي كيستعملها بهذه الطريقه، ولكن كتستعملوا كاين اللي تقدروا تستعملوا بلا ما تستعملوا السميده، كتعجنوا المسمن غير بالحليب وواحد دانون كيجي زوين بلا سميده. المهم صافي هنا مشيت كناخذ داكشي اللي كان خاصني، حليب واليانسو اللي هو النافع كنشربو، وخديت هنا واحد السيريلاك المحمول ديال ديك الفواكه، كنبقى نديرها لي غير سناك يعني، اما انا كندير ليه العشاء كندير ليه الفواكه يعني التفاح والبنان، اما هذه كنخليها لي غير بحال هكذا سناك يعني من بعد الغداء.
افتكرتك انت. طب عايزه تاني ونسيتي نسيتي الولد وكتقولي لي يلا حاجة تفرح يعني فكرك انت وما دخلتش. لا خويا ما تفكرنيش غير تفكر لي يا ولدي. ويلي نسى لي يا ولدي ليه وكيقول لي يلا عرفتي واش داير؟ خلا محمود وجر الكروسه وجرني وقال لي يلا. ويلي قلت لي فين هو الدري؟ اه محمود في شخصيه معانا تزيده كده مسكين في الفيلم يعني بعد روح البيت قاعد ناقص معاك حسن حسن فين حسن. والله الا ويلي كنت شي واحد كينسى ولده خلاه مسكين عرفتي هو بارك مسكين كيلعب وخلاه ليا الله بارك تما كاينه قال لي مزيان بعدا ملي تفكرتك انت شي حاجه زوينه قلت لي كاع ما تفكرني غتفكر لي يا ولدي الله يستر واحد الله الواحد ما بقاش عنده العقل يا تخيل الواحد ينسى ولده قال لك 10 سنين هو تيجرني انا انت شفت الفلوس كام شحال كبير وليد كام طب 50 جنيه علاش مالو بيض بلدي لا عاد نشتروا 30 كان 30 هو اصلا داك البلاطو بلاش ما ناكلوش البيض نديرو الريجيم عرفتو هاد البنات هاد الكسوة من داك اللي كنت وريتكم باردة زوينة الكسوة والله العظيم بحزام ديالها حمودي بابا نساك حمودي خلاص حولي انت تهدي علينا كاين شي واحد كينسى ولدو ها علاش نسيتي بغيت نعرف زعما عمودي عمودي هو كاع مصوق ليه اللي نجيبو اللي حاطين لك تاع الكيتين هذا قلت لك نجيبو تاع كيس تاع برا زوينين الله يتزوينين كنجيب واحد كيس الثلاجه احسن من هذا نضاف خاصنا شامبو محمد شامبو شامبو المهم الناس غادي ندير معكم واحد الوصفه لواحد الاكله اللي كتجي زوينه بالنسبه للعشاق ديال الباستا سميتها نيغريسكو اللي كتكون بالدجاج. المهم غتسمعوا معايا واحد الفار كاين واحد الفار هنا في الكوزين غادي تسمعوه معايا ما تقلقوش منه. كتجي واحد الاكله اللي هي كريميه كتجي يعني المكرونيه اي نوع ديال المكرونيه بغيتو سباكيتي ديك المجعبه اي نوع وكتجي معاه الدجاج بغيتو ديرو القيمرون الكروفيت داك الشيء ديال السيفود تقدروا ديرو وناري وانت داك الفار تزقى فهمتوني البنات هنا انا غندير صدر ديال الدجاج شديتو قطعتو صغيور نصدرتو هكذايا باش في الشكل ديال الشاورما صبروا البنات صبروا صبروا المهم سالينا الفقره ديال محمود كما قلت لكم هنا درت قطعتو صغيور بحال الشاورما هذه هي الطريقه ديال الشاورما درت فيها شويه ديال البزار ويلي ما غنصوروش اليوم مع هذا المهم داير لكم الخلفيه الموسيقى كما قلت لكم درت هنا شويه ديال البزار شويه ديال الكزبره شويه ديال التحميره وشويه ديال الحار والملحه وعندي هنا الثومه غادي نديرها حتى هي بالنسبه لهنا داك الصدور اللي قطعتهم صغيورين درت منهم بحال الشكل ديال الباني ها محمد قال لك بغيت باني فدرت باني حكيت معاه واحد البصله وحكيت معاه ثومه ودرت نفس البهارات اللي درت هنا درتهم هنايا الباني شحال مره شاركت معكم غير هذه غادي نديروها مع هذه هذا غادي نديروه تنتبل واحد شويه غادي نديروه نديرو عليه واحد البيضه بيضه صافي وغادي نفندوه في بقسومات ولا داك الخبز المطحون بالنسبه للخضره خلي هذا ما علينا بالنسبه للخضره اللي غادي نديرو مع هاد ديال النارجيسكو كاين البصله عندي المشروم عندي فلفل حار عندي فلفله خضراء حلوه وحمراء عندكم الالوان ديرو عندي مطيشه مقطعه وعندي ثومه المهم هاد العيبه ديال السلطه صافي هنا كما قلت لكم درت البهارات وغادي ندير الثومه ديالي نوريكم الطريقه عرفتو كتجي لذيذه ما تشبعوش منها البنات كتجي كريميه انتم بغيتو ديروها بالكريمه ديروها انا ما كنديرهاش بالكريمه حنا الكريمه هنا عندنا صراحه زايدين فيها لواحد الدرجه يعني ماشي قليل يعني صافي غير دير الثمن اللي بغيتي وشريها كندير انا البديل ديالها غير البشاميل وكندير معاه الفرماج مثلثات موزاريلا فكرتوني خصني نمشي نجبد الموزاريلا وكنزيدها معاه كيجي واعر نجبد الموزاريلا ونرجع لكم
المهم هنا البنات صافي كن واحد الطنجره كندير فيها شويه ديال الزيت وكتكون نار عاليه وكندير فيها الدجاج ديالي. انا تبلتو المهم تتبيله عاديه اللي عندكم بهارات ديال الشاورما ديروها كتجي حتى هي غزاله. بغيتو ديروا شوفوا بغيتو ديروا هاد الباستا هذه اولا هاد المكرونيه بالكروفيت ولا بالقمرون يعني راه كتجي خطيره. باللحم ما جربتهاش ولكن بغيتو ديرها بالكروفيت كتجي واعره عرفتي زوينه البنات يعني لذيذه وسهله. وتجي مثلا كطبق رئيسي هكذا للوليدات للضياف يعني حدا شي طبق اخر. صافي هنا المهم درت الدجاج ديالي وكتحركوه يعني ونار عاليه باش ما يطلقش لكم داك الماء ديالو. الا غفلتوا عليه وطيتوه ونقصتوا عليه النار راه كيطلق لكم الماء وكتبقاو على شحال عاد كيشرب ثاني داك الماء. صافي درت معاه الثومه وغادا ندير الخضار اللي عندي الشامبينيون عندي الفلفل الالوان بغيتو تضيفوها بغيتو تضيفو الذره بغيتو تضيفو المهم اي انواع خضار عندكم بغيتو تضيفوها ضيفوها. بغيتو تضيفو الفطر الاسود ضيفوه حتى هوايا. المهم داكشي اللي عندكم الوليدات ما كياكلوش اخشيوه ليهم في هذه المكرونيه وعطيهم ياكلو راه غياكلو. بغيتو ديروا الكريمه ديروها حتى هي يعني متاحه عندكم ديروها ولكن هذه الطريقه اللي كندير انا شهيره كتجي لذيذه كتجي خطيره بحال دايرين الكريمه نيت. راه بزاف ديال البنات يعني عارفين الطريقه ديالي في بديل ديال الكريمه وبزاف جربوها وعجبتهم وبقاو كاع كيستعملوا كاع الكريمه نهائيا. المهم دابا رجعنا للشهيوات ما كاين غير الشهيوات غير صبروا عليا نصاوب غير الفران ديالي لانه خاسر من الداخل. هذيك الشوايه من الداخل ما كبقاتش كتشعل يعني ما بقاتش تتحمر ليا مثلا الكيكه ولا الكريسات ولا داكشي ما تتحمرهمش نهائيا فغير نصاوبوا ونرجعوا للشهيوات ان شاء الله. صافي هنا ضفت الخضره ديالي البصله شامبينيون مطيشه غنخليها هي الاخرى ودرت واحد الفليفله حاره باش تعطي الطعم. وصافي هكذا شي تكون عندنا جاهزه راه ساهله. وشتوك دقت داك الدجاج راه دغيا كيطيب الدجاج ما كياخذش وقت نهائيا. انا درت غير الدوره ديال الدجاج راه كيطيب وكيجي فتي. غير نتوما ملي تبلوه ديروا مع الدجاج مع تستر واحد العصره ديال الحامض باش كيجي داك الصدر فتي وكيجي زوين يعني يتكال. وصافي هادشي اللي كاين. المهم وشتو محمد نسى ليا محمود اليوم في السوبر ماركت والله العظيم عرفت استغرب سبحان الله يعني انا ما نقدرش يعني حاضيه هو معاه سبحان الله ولكن حاضيه وشايفاه انا شايفاه انه هو نسى ماشي غافل علي ولا شي حاجه رانا شايفاه. الواحد مابقاش عنده والله مابقاش عنده المخ كما قال هو قال لك يعني انا تعودت غير انا وياك يعني ما تعودش شي حاجه زايده سبحان الله. الله يحفظ الله يحفظ لكم كل شيء وليداتكم. فمره مره كينسى يعني حتى في الاول كان كينسى فاش كنا في الدار يعني فاش كان محمود كيبكي وداك الشيء انا راه عارفه يعني كاين محمود وكيبكي هو لا هو كينسى كيقول ما شكون اللي كيبكي. فالمهم نقصت لكم من موضوع الموضوع. المهم نكملوا هاد الوصفه ديالنا كما قلت لكم كنديروا مطيشه في الاخر صافي. وانا كنزيد ندير واحد البشره ديال الثوم في الاخر عز عليا الصراحه داك المذاق ديال الثوم يبقى في الاخر وتبقى حتى الفايده ديالو لانه ملي كطيبوها البنات من الاول راه كتمشي الفايده ديال الثوم ما تبقاش. هنا بالنسبه للبشاميل شاركته معكم شحال من مره شاركته معكم عرفتوا تنهضر معكم متابعه محمود. شاركته معكم شحال من مره. المهم كديروا جوج معالق ديال الزبده وكتخليهم حتى كيذوبوا كتزيدوا عليهم جوج معالق ديال الطحين. هادو بالنسبه لا غادي ديروا يعني الا شخصين ثلاثه اشخاص فهمتوني شخصين ثلاثه ديال الاشخاص هاد البشاميل غتكفيكم. كديروا جوج معالق الزبده حتى كيذوبوا ومن بعد جوج معالق دقيق وكتحركوا مزيان 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 حتى كتولي بحال خليط هكذا ديال الكيك. وعاد باش كتضيفوا عليها الحليب كتضيفوا الحليب تقريبا واحد جوج ديال الكوب ديال الحليب وتتحركوا صافي كتخليو حتى تشوفوا داك السمك اللي بغيتو. بالنسبه حنا للسمك اللي بغينا في هاد النيغريسكو بغيناها تكون خفيفه شويه ما بغيناهاش ثقيله. انا هنا الاضافات اللي كنضيف على هاد البشاميل ضفت عليه واحد نص مكعب ديال ماجي اولا كنور وكنضيف عليه الثومه وكنضيف عليه واحد البيضه في الاخير. ديك البيضه هي اللي كتعطينا داك التحميره ديال الوجه من الفوق كتخلي لك ديك التحميره ديال الوجه من الفوق. انا كما قلت لكم الفران عندي خاسر غير زعما كاينه بقيت شحال وانا معاه حتى يعني تحمر ليا كنطلعها فوق حدا الفوق اللصقه في دوك العيون باش كيحمروا ليا هاد المكرونيه اولا شي حاجه. وصافي وديك النسمه ديال الثوم اللي كنضيفو حتى هي كتجي زوينه بزاف.
صافي هنايا ملي كيجهز عندي البشاميل كنجيب الموزاريلا ديالي وكن كنحركها كنديرها معاه. بغيتو تضيفوا شي عندكم شي فرماج كريمي كديروا فرماج مثلث حتى هو اولا كديروا الشيدر اولا كديروا شنو كنسميوه فيلادلفيا. المهم اي انواع ديال الاجبان عندكم ديروها وزيدوا الموزاريلا. الموزاريلا ضروري كديروها لداخل ديال البشاميل باش لانه غنخلطوا ديك المكرونيه والخضار وكل شيء. ومن بعد هذا باش غادي نضيفوا واحد الطبقه. المهم هاد المقطع راه شارح راسو غنخليكم تشوفوه على خاطركم. المهم بنات هذا هو الشكل النهائي ديالها. عرفتوا كتجي زوينه كتجي لذيذه وكتجي كما قلت لكم كريميه. ودرت حداها سلطه وشويه ديال المخللات ودرت واحد العصير ديال الفريز. بالنسبه للباني هو هذا الشكل ديالو. هادو الجوانح كانوا عندي واحد الجوانح حتى هما درتهم بحال كريسبي وصافي. هذا هو الباني كيجي حتى هو لذيذ البنات. المهم راه درتو معكم شحال مره وقليت فليفله محمد المهم عزيز عليه فليفله وصافي. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو كنتمنى يكون عجبكم وكان خفيف طريف عليكم وان شاء الله نلقاكم في فيديو تاني.